السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نختار مع بعض البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه، وخصوصا للناس بتوع مرة. لو احنا جينا نبص كده مع بعض، هل انت هتشتغل 2D ولا 2D و3D، ولا انت عايز بيم قوي بيم بمعنى البيم؟ لو انت عايز 2D فانت ممكن تروح مثلا للاوتوكاد اللي فيه، اللي هو اوتوكاد بقى فيه بعض المزايا مش موجودة، لو انت يعني الامكانيات بتبقى اقل من الاوتوكاد العادي بس بيبقى سعره ارخص. طيب لو احنا بنتكلم على موضوع التكلفه، فانت لو انت مش عايز تكلفه خالص هتلاقي عندك بعض الاختيارات. في لايبراري كاد، وده بيشتغل على مدام واخد اللون دوت، يبقى بيشتغل على الويندوز وعلى ابل ماكنتوش، وساعات بيشتغل على لينكس. اللايبراري كاد بيشتغل على لينكس لان هو اوبن سورس. لو انت مش عايز اوبن سورس هتلاقي النانو كاد ودرافت سايد، تقريبا ثمنهم صفر. لو انت عايز حاجة اقل من $1000 هتروح لتربوكاد ونانو كاد بلس. لو انت عندك استعداد تدفع خش على الاوتوكاد اللي فيه. طيب لو انت عايز حاجة 2D و3D، هل المباني بتاعتك ريزيدنشال اونلي؟ فانت ممكن تلاقي عندك حاجات زي سوفت بلان وبرو اركتكت وتشيف اركتكت. تقريبا اغلب البرامج اللي موجودة هنا تم شرحها على بيم اريبيا على اليوتيوب، يعني اكتب اسم برنامج وبيم اريبيا هتلاقيها ان شاء الله. طيب لو انت عندك مشاريع مختلفة، فانت بص على لو انت فارق معاك الكوست اقل من $1000 وعايز يبقى فيها 2D و3D، هتروح لبريكس كاد و بروك كاد. لو انت عايز اندر $2000 هتروح لداتا كاد وبروك كاد وتيربو كاد برو. طيب ممكن برضو الاوتوكاد مناسب جدا لشغل 2D وال3D. في برنامج جميل جدا مش موجود هنا بس هو اسمه فري كاد، ده بيشغل كاد وكام وبيم وحاجات كتير جدا، وطبعا اوبن سورس ومجاني، وفي البلندر برضو ممتاز جدا. طيب خلينا نروح للبيم اول ذا واي، كل طرق البيم بقى. لو انت تشتغل لوحدك يبقى ريفت ال تي ما فيهوش ان انت تشتغل مع فريق وسعره كويس، وفي اركي كاد. طيب لو انت تشتغل مع الاخرين، طيب هل انت الشركة بتاعتك مستوى ايه؟ لو من السمول للميديم ممكن تروح لبرنامج فيكتور وورك اركتكت، وده برضو استنى شرحه على البيماريبيا والاركيكاد والريفت وهكذا. طيب لو الشركة من صغيرة لكبيرة نبدأ نشوف بقى ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها. لو انت عايز كل السيستمز كلهم مع بعض فهتروح للبنتري ايكوسيم، استنى شرحه على البيماريبيا والريفت. طيب لو انت لو انت مش فارق معاك الموضوع دوت، على فكره انت ممكن تشتغل على باي برنامج بعد كده تصدر الاي اف سي. تمام لو انت عايز حاجه اقل من $8000 فانت عندك الريفت والاركيكاد، والريفت مثل هو مشهور. لو انت تكلفه مش فارقه معاك فممكن تروح لديجيتال بروجكت. تمام ده هنا احنا مركزين على موضوع التكلفة، على موضوع الاكتر من ديسيبلين، على موضوع 2D و3D. ده مجرد بس نظرة عامة على اختيار البرامج. تمام طبعا انت ممكن تروح بقى بعد كده الموضوع الريندر، هتلاقي عندك برامج في الريندر زي اليوميون، زي توين موشن، زي 3D ماكس، الفيري بيسطب على اغلب البرامج دلوقتي وهكذا.